ما أعزنا المتسابقين، أتمنى الهدوء والسلام يعم هذه القرية ويعم أنفسكم وتملأ صدوركم الطمأنينة والراحة يا رب العالمين. اللهم آمين. أبو عنيزي صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور أبو فرح، أصبح عليك وعلى المايك. المايك مايك أبو عنيزي تمام؟ ثقة أنت كان كويس عملت. إيه طفيت إيه. أصبح عليك أبو فرح وكذلك على الزملاء النقاد، وأصبح على السادة المشاهدين وكذلك على المتسابقين الأعزاء اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن الله ينظر في حالهم وأن الله يوديهم لأهاليهم في أقرب حال. قولوا آمين. اللهم آمين، وهم بخير وصحة وسلامة، وأنتم بخير وصحة وسلامة يا نقادنا. قبل أرجع لك أبو حمود، جهزوا لي مشرف في كونفشن روم، جهزوا لي مشرف على بال ما ناخذ انطباعات الشباب عن اداء المتسابقين خلال 46 يوم. ابو حمود والله لا اخفيك قول، يعني فيه الامور، الشباب كانوا يا حليلهم حليله، يا جيدهم جيده، جاء ليسلمون ياه قبل الطلوع او قبل العيد اللي الله يمنعنا في طلوعه، قبل اجازه العيد كان محتواهم جدا جميل، كان امورهم طيبه، كان فيهم اقسام ما بين مبدعين وما بين صامتين وما بين ناس ما تدري ايش لهم وش عليهم. انما بعد ما عادوا من اجازه العيد عادوا كلهم متغيرين، الجميع متغير، الجميع ما تعودنا على شيء منهم شفنا شيء ثاني. انا ما ادري هل اجازه العيد هذه اجازه نقاهه وتجديد عهد بالاحباب، ولا اتفاق بينهم بين انهم يعودون بشكل اخر وبطريقه اخرى. لكن حنا شفنا اللي حنا شفناه انا وياكم، لكن بنسعى من هذه الفقره ان شاء الله ومن هذا المنطلق انهم يعودون كما عهدناهم. احنا اخترناهم على جمال ارواحهم، على جمال محتواهم، على جمال شخصياتهم. صحيح سبحان الله اللي يغير ولا يتغير، ابن ادم معرض للتغير، معرض لانه ياثر في كلام الناس. لكن انا اتمناهم انهم يذكرون كيف دخلوا لهذا البرنامج ويعودون لهذه الكلمه. نتمنى لهم التوفيق والعطاء والمزيد من العطاء ان شاء الله في الايام والفتره المقبله. جاهز مشرف يا اعداد؟ جاهز؟ ما هو فيه مشرف؟ يعني هو عرف ان احنا نبيه ومشى الكونفشن روم ولا باقي؟ طيب لا يقول بعد غيروه. طيب وش هو؟ اقول الله يستر بعد يغيرون حلاله. لا مستحيل. او تاثر فيهم. لا مستحيل. مشرف لك عادات، مشرف لك ثقه من عندنا وثقه من المشاهدين. انت الشخص المتميز النادر المنفرد اللي لا يتحزب مع اي جروب كان او اي شخصيه كانت. اتمنى وجودك، صوت الحق المسموع الذي لا يتغير، شاء من شاء ومن ابى، مشرف رقم واحد. ابو عنزي بعض الاحيان صدق مشرف يشوفون انه عيب بعض المتسابقين ويشوفون انه ما يصلح ويشوفون. شوف يا ابو فرح، الصدق في الشده هو عين الصواب، والصدق يعني اذا احتدم الموقف هو عين الصواب، وهو الشجاعه بعينها. يعني انا ما اجيك، هو ما جاء وقاعد يتكلم مع واحد ينصح بشيء معين وصدق معه امام الملأ علشان نقول ان مشرف جاء وصدق مع الشخص هذا فعلا، لكن طريقه يعني غير لائقه. لكن صدق الرجل في المحك، يعني في محكات الرجال وفي مواجهه الرجال زي اللي شفناه امس، هو فعلا الشجاعه بعينها، وهو الصدق الحقيقي اللي يتوجب على كل رجل شريف زي مشرف انه ينطق به وينطق بكلمه الحق فيه. انا اشوف يعني صراحة مشرف وصدق مشرف بالعكس بين لنا وجيه جديدة وأزال الأقنعة عن وجيه جديدة وعقليات جديدة كذلك. طلع فيه ناس، يعني انصدمنا في ناس وتفاجأنا في ناس، وناس يعني فعلا طلعوا على حقيقتهم احنا ما كنا نتوقع فيهم هذا الشيء. طيب جهز مشرف ولا نشوف المحور اللي بعده يا إعداد؟ مشرف بالشركة يدورون في القرية. طيب عطونا محمد جامع. عادي اذا دوروه في القريه فامر طبيعي، تدرون ليه يا اخواني؟ عطونا محمد جامع، جهزوا لي سم ابو حمد. مشرف طال عمركم، شوفوا عدم تواجده في هذا الكرسي انا عنده احتمالين. الاحتمال الاول ربما ان الامر قد حل
حلوا الامر بينهم بين واختار انه ما يتكلم الامر هذا. هذا الامر الاول. او الامر الثاني انه يقول هذا امر البارح ولا نبغى نتكلم فيه اليوم. غير الاثنين ذي مستحيل انه يكون له سبب او له عذر مشرف. طيب اعطوني مقطع محمد جامع اذا هو جاهز. المحور الاول. انا ودي انه يعاتبني، ودي انه يقول لي ماخذ منك فموقف فلاني انا اعدله. الواحد اخطا يعتذر، صح غلطة صحيح، اللي كنت مخطئ انا بعتذر كلامك، لكن اتعلق في امور انا الحين ما ادري ايش وضعي فيه، ولا اقدم اللي عندي واصير على الصامت. هذا ما يرضيني انا، ما بصح ما بصح ما بيرضيني. صار علي انا 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 بقفل انا بقفل يا جماعه. والكلام انا هيك انا تاخذ معك. صل عني صل عني سام. اسلم مبارك اسلم يا ابو جامع. انت خدوم ما انت برخيص. خليه يتكلم، افتح لي مجال شوي. اي سم يا ابو جامع، انت ما انت برخيص عند اخوياك كل ابوهم. هذا الكلام وعلى الصعيد الشخصي ما انت برخيص عندي ان شاء الله، لا انا ولا اخوياي كلهم. نعم. مضبوط. وانت تعرف ذا الشيء يا ابو جامع، احنا الشيء سوء تفاهم بعض الاحيان، مزح بعض الاحيان، شيء كلام عادي يحصل بين الاخو وبين الاخو. هذا اول شيء. واللي حصل والله يا اللي حصل وشافوه الجمهور انها اكثر ان تحت البث ما حصل زيه مره. هذا اللي حصل يمكنها سوء تفاهم، ضحك، مزح، وهو من غلاك. لو انه ما يغليك دقيقه ابو جامع، لو انه ما يغليك صديقك ولا اخويك ولا زميلك في البرنامج، والله ما يمزح معك ولا ولا حتى السلام يرد عليك. غير بس انه يمون عليك، خلنا لك يمون عليك الشخص لقد يمون عليك، والله انه يغليك. وحنا ذا الحين ما احب سامحين، تبون يرتاح ما احب سامحين. انا هم ابو حمود مبارك السخيل يقول حنا ترى نغلط عليك على الهواء والله، ولا ما شفت اللي تحت الهواء، وترى احنا نحبك ومون عليك، ما سوينا ما تمسخرنا بالطريقه هذه على الشاشه، الا احنا نحبك ابد. شو تقول فيه ابو حمود؟ ترى صادقه، وترى اللي طلع على البث ترى ما هو بربع من اللي تحت البث، يعني تحت البث شقبات من برا. الله الله من داخل. طيب نسمع ابو حمود بعدين. لك الله يا محمد جامع. نسمع ابو حمود بعدين. شوف محمد جامع يقولون احنا نحبك، والله العظيم انك ما صدقت مبارك. خصوصا مبارك، خصوصا مبارك. انا قلت خصوصا، قلت انا الله يمنعني محبتك مبارك. ليه؟ لان مبارك قال حنا بيننا اخوه وبيننا مزح. لا ما هو كذا، المزح له ثوب والجد له ثوب. خصوصا انت مبارك، انا اتمنى ان محمد جامع انه ما يصدك، لان الاخطاء وارده، لكن من الناس اللي مثلك يا مبارك والله ما هي بوارده، وتقول حنا نحبك وحنا نغليك واللي احنا ما نشدرك من تحت الهواء. اللي تحت الهواء بينكم اخواني متسابقين لا يعني لنا ولا يهمنا، ولا قلنا وش علومكم فيه، حنا لنا اللي على الشاشه. وهل اللي على الشاشه يبين محبتك يا مبارك؟ الله لا يبارك في محبتك. اذا المحبه رايحه. محمد جاهز معي؟ لحول نبي واحد، نبي واحد. اعطوني 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 اعطني 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 مشرف بعدين محمد جامع، خل بس لا يبعد محمد جامع. مشرف ارجع ارجع، خليه يرجع مشرف. يا باك انت، يا باك يا مسلم تعال. عطني ابو جامع له انت بس خمس دقائق ونبيك، بس لا تبعد. على خشمي يا سلطان، عليها الشحم الطيب طال عمرك. اطرف جنبه ولا اظهر برا؟ لا برا 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 نفتح برا برا. هي اطرف جنبه قديمه ذي نعرفها. مو واقف سيارات يقول بطل. يا هلا يا مشرف، مرحبا. حمولو حياكم الله. صباح الخير مشرف. احنا شفناك البارح في مشهد، اشرح لنا هذا المشهد. بعد ما محمد جامع خلص من عندنا ورجع، حنا شفناك في مشهد، اشرح لنا هذا المشهد او سيناريو هذا المشهد. والله شوف الخطا هو فيه خطا، لكن مثل ايش؟ شلون؟ مثل ايش الخطا؟ زي ما انت شايف، انت شفتوا المقطع البارح وشفتوا وشاهدتونا بث مباشر. حنا شاهدناك بث، بس ما ندري الصوت صامت واحنا شفنا، بس ما ندري وش السالفه. يعني يوم جو رفعوا محمد جامع، وش صار؟ بخصوص رفعت محمد جامع، شوف يعني ليش؟ لان شباب غلطوا تمام، وجيتهم قلت نزلوه. ليش كذا؟ والله يعني انت وش اللي ازعجك في الموضوع سام؟ وش اللي ازعجك في الموضوع خلاك تقول نزلوه يا جماعه؟ اللي ازعجني موضوع خطا الشباب. ايوه وبس، ما
ودي يعني لا لا عادي بتكلم مشرف وش المشكله انا احس انك متردد او خايف من شيء معين هذا مثل ما قلت لك انا قلت لك الشباب غلطوا وبس قلت ما لا ترفعون محمد خليني اجاوب على مشرف عشان ما احرج مشرف مع اخويا خليني انا اجاوب عنه ابو حمود دقيقه بس هو مستحي لا 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 ما فيها صحه ما فيها مستحي الموضوع ما في حياه الموضوع طالع على الشاشه طيب. بس انا بقول لك يا مشرف انت نفيت هذا الشيء اللي سووه صحيح شلون انت انكرت نفيت هذا الشيء اللي سووه صح مايكك في مشكله او جلست اجلس زين لا انت اجلس زين طيب مشرف انت ليش انزعجت من هذا الموضوع غلط الشباب كيف انزعجت ليش انزعجت والله شوف انزعجت صراحه من حركات الشباب بس اي ليش المشاهد ما لها للظاهر هو شافك البارح انت منزعج ما يدرون ايش السالفه قلت لك من حركات الشباب بس وش هي حركتهم شفتوها بش اسمه الشاشه وش علمنا وش غير الجمهور امس ما تابعنا نص اليوم يتابعنا ما اقدر اسوي الحركه انا لا شفتوهم انت بث مباشر وبس منهم اللي سووا الحركه شلون منهم برضو شفتوهم انتهم يعني انت ما تقدر تقول اسمائهم لا مو سالفه ما اقدر اقول اسمائهم انا خايف من شيء انا شوف ابو ما فيها شيء ترى اذا انت خايف قلنا خايف لا, لا 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 مو سالفه خايف ولا خايف انا لما اني انا اسوي مثلا الشيء هذا اقول لي انا سويت كذا وكذا لكن انت ليش انزعجت ودخلت في جدال ونقاش ومشابكه ومداخله بالايدي مع فؤاد ليش يا مشرف علمنا مثل ما قلت لك عشان حركه الشباب تمام يوم محمد كان البث حلو يوم هو كان معكم تمام رحت يومهم قلت نزلوه ليش طيب قلت ليش قلت علشان حركاتهم شباب من فؤاد ما شفناه سوى شيء ليش اشتبكت مع فؤاد شلون ليش اشتبكت مع فؤاد فؤاد اصلا لو تبي تسال انت تقول من هو اللي كانوا موجودين انا منعمي وقتها ترى ما شفت احد اوف الموقف كايد ها منعمي لا يعني الموقف كايد شوي يعني مزعلك مره ترى نسالك صدق يا مشرف يعني احنا اللي شفناه محمد جامع كان بيكم في شروم وكان يعني كان محسن السبيعي يسوي كذا تمام. بس هذا اللي شفناه بعدها دخل محمد جامع شلوه الشباب انت جا عندك ردة فعل وهجمت على الشباب واحتكيت مع فؤاد حنا اللي نبغى نعرفه وش اللي صار داخل حنا ندري ان محمد جامع عندنا ونعرف محسن السبيعي كان يسوي الحركة اللي ما لها داعي هذه لكن حنا نقول بعد ما جاء الشباب كان فيه صوت بدون صورة بدون صوت وانت احتكيت مع الشباب ومنهم فؤاد حنا تفاجأنا ليش فؤاد يعني لو انك احتكيت مع محسن عرفنا السبب بس احنا نبغى نعرف صراحه يعني فؤاد مداخلته لي انا ما ادري صراحه وش ارفعوا لي صوتهم جالسين يعني مداخله فؤاد اسمعوا التلقين انت بخير وشر الخطا وارد حتى بين الاخوان شوف الخطا وارد بين الاخوان يلقنونها الان شايفين النقاد شايفين ولا ما انت شايف انا معلمكم يا اخواني شايفين طيب انا قلت لك اذا انت خايف ترى ما فيها شيء مشرف انا قلت لك اذا انت خايف ما فيها شيء لكن شايف مريان ومحمد جامع شايف فؤاد يا اخي ما توقعتها منك مشرف لو سمحت انا قلت لك اذا انت ما تبي تتكلم عادي يا سلطان انت خايف وجايين يلقنونك اسمعني ارحم والديك اسمعني كيف اسمعك كيف تبغاني اسمعك الخوف انا ماني خايف من احد الناس جالسه تقول لك تملي عليك الان ها الناس جالسين يملون عليك يقولون الخطا الاخوان ما حد يملي علي انت من اليوم تلاقيك تقول ما ادري وشلون انا قلت ما ادري انا وش قلت علمنا طيب الموقف وش هو امس ليش انت دخلت اسمعني الله يرحم والديك اسمعني طيب تفضل انا من اليوم سامع لك يوم محمد كان هنا موجود عندكم تمام حلو طيب الشباب سووا حركات وانتم شفتوا حركات ما احتاج اقولها الان ليش الشباب عندك الان ليش ما في احد عندي الان ليش احنا سامعينهم الان شايفينهم صح عندي الحين مثل عندي ما شفنا امس شفنا الان الحين عندي هنا اي مشوا الان ما جاني احد والله ما جاك احد لا. ما املوا عليك هذاك هنا شو اسمه الصوره اللي قبل شويه اللي طلعتهم الثلاث شباب على فكره بالباب اللي هناك مو هنا طيب ما في مشكله بس وش كانوا يقولوا لك طيب قبل الفقره ما حد قال شيء ويلقنونك انا اتكلم انا طيب انت الان انت يا مشرف الان ما تبغى تقول الموقف عادي ترى هذا من جامع عندك هذا من جامع ابن جامع عادي يلقنه ابن جامع قبل شوي وين كان فيه يلقنه طيب انا مالي شغل بمحمد جامع يجلس هنا واجلس هنا انا محاورتي معك محمد جامع تكلم قبل شوي وظهر صوته وهو عندك قبل شوي الان عندك طيب الان عنده انا شو اقول لك ابو ملاحي طيب اليوم طيب انا عيوني يمكم ولا يم الرجال طيب الان يا مشرف سؤال اخير يا مشرف اخرج من خوفك يا مشرف وتكلم ابو سلطان انت عارف انا اني انا اقول الحق ما يحتاج طيب ما هو لا احنا الان ابو مناحي ما شفنا حق الحين اول شيء يا مشرف صباح الخير صباح النور اول شيء الله يحييك
ما تعودنا على مشرف يجي في الكوفي شروم يقول انا ما تعودنا والله ما تعودنا طريقة الكلام ب اللي هي هذا انا ما ادري اقول ولا ما اقول تردد في قرارات نفسك الان ما فيها شيء يا اخوي احنا نتكلم احنا نتكلم مثل ما قال ابو عنزي البارح صوره بدون صوت شفنا محسن السبيعي شفنا من بعد من الشباب اللي يقول كذا شفنا احنا السخيل مبارك السخيل فؤاد وش الحاصل بينك وبين فؤاد اللي اثر حتى الى ان في بغيت تعدون على بعض محاولة اشتباك محاولة اشتباك اسمعني وش الاشكالية اللي بين مشرف الشمري فؤاد بس تؤمن بالله دخولة فؤاد لي تمام او دزته لي اقسم بالله ما ادري ليش طيب حن بيها طيب هل ناقشت فيها هل تناقشت مع زملائك فيها يعني فؤاد اتوقع انها غير متقبل المشرف ويدور المشرف اي خطا صح يعني يتقبل ولا ما يتقبل مشكلته هذه انا ماني طيب. ماني جالس هنا اقول انت تقبل ولا ما تقبل مو متقبل يتوكل على الله انا مش دخلي طيب فيه. انت جيت للشباب اللي شلوا محمد جامع صح تمام فؤاد منهم ما انا اقول لك ما ادري من يعني انت جاي ما تدري تمشي صل على النبي انا اللي مسكت عبد الله عبد الرحمن انا اللي شفت عبد الله عبد الرحمن مسكته واخذت محمد جامع جاني فؤاد شو اسمه دزل شوي حلو تمام وش المشكله فؤاد الدزل ما ادري وش المشكله طيب انت يعني سكت ولا ايش انت يعني عادي عندك ولا وش السالفه ولا ما طول اسمع محمد الله يرحم والديك يعني عادي عندك يا مشرف ها يعني انت عادي الناس تدفك وانت تقول انا ما ادري يدفوني لا 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 مو عادي لا طيب ها لا تفهمنا تحسب بس خلاص لا تفهمتوا عليه تفهمنا احنا الشباب داخل تمام محمد جامع لا يتكلم عندك طيب محمد جامع لا يتكلم عندك هذا اولا ثانيا وش تفهمتوا عليه محمد بالله اطلع حلو صح هذا مشرف اللي احنا نعرفه اطلع انت مشرف الحاله قل لي نبيك سلمت وش حليتوها عليه طيب انت تقول حليناها اي تمام تصفينا قلت انت اخطيت وانت اخطيت صلى الله وبارك ما عاد يعني اجتمعتوا يعني اجتمعتوا ها يعني اجتمعتوا تصافيتوا صحيح وش ذكرتوا اخطائكم اتفاقنا لا اخطائكم وش ذكرتوها اخطائنا واضحه على الشاشه ما يحتاج لا احنا نبي ما احنا ما نتابع 80 ساعه طيب ما في مشكله احنا انا وفؤاد قبل فيها بيني وبين فؤاد خلاف تمام وحلينا المشكله بما ان البارح صارت تمام وانا اقول برضو خير ان صارت المشكله هذه لاجل ان احنا وفؤاد نتصارع طيب يعني انت البارح انت ما رضيت الشباب يمنهم شالوا محمد جامع على انهم منافقين ما رضيت الصراحه بيض الله وجهك هذا مشرف اللي احنا نعرفه انه اللي قدام الشاشه لازم يكون محترم كله ولا تكونون واضحين كلكم انا وش قلت قبل شوي ترى كلامي ما تشتت انا قلت قبل شوي علشان حركه الشباب رحت نزلت محمد جامع هذا اللي قلت ما قلت شيء طيب مشرف هذا دليل ابو حمود الرجل هذا جاء البارح هو الوحيد اللي نزل محمد جامع قال كفايه نفاق هذا لسان حاله طبعا لان احنا نشوف صوره بس ما سمعنا صوت الباقيين كلهم يشيلون محمد جامع هم سابينه هذا ما سبه ولا شاله ولا رضى بالاهانه ولا ذا وقال كفايه نفاق طيب ابو فرح ولا اخوي النقاد ولا مشرف ولا تهون انتم تسالونه تقولون وش اللي صار وليش عرضتهم الاسئله في بعض الاسئله ما يحتاج نسليها ليه لانه ما يقدر يجاوب عليها لانها بديهيه هي بديهيه الاسئله هذه اجوبتها بديهيه احنا ما نسمع منه طيب. ايوه لا بدون ما يقولها في اشياء هو لو انه يقدر يتكلم البارحه وهو جالس في اشياء تحتاج افعال من مشرف البارحه يقدر يتكلم وهو جالس وانما قام لهم وقال لهم يا اخواني ما هم منطقي انكم ترحبون بمحمد جامع وتشلونه وهو يتكلم محمد جامع تحطون اصابعكم في اذانيكم هذه طريقه خاطئه هذه تبينكم بمظهر غير لائق على الشاشه ما رضوا دفوه على وجهه قال مشرف يوم قال وتدخل مشرف ودفوه طلع غادر المكان شوف مشرف دائما اذا دخل معركه يعرف ان فيها خسران دائما مشرف ينسحب دخل عليهم قال اللي هم لي عليه ضميره قال لهم يا اخواني ترى الطريقه اللي انتم شلتوا فيها محمد جامع ما دلت على محبه وانما دلت على نفاق صح وهذه حقيقتكم لذلك يا اخواني يقول لهم ليش طلعتونا بالصوره هذه البارحه يقول انا نعميت مشرف صادق انه نعمى واي واحد في موقف مشرف بينعمي لان السوء على متسابق بيعم المتسابقين والسوء على المتسابقين بيعم النسخه البارحه مشرف يقول
ليه؟ والله ان احنا ما سمعنا صوته، لكن اشوفه يتكلم يقول كذا باصابعه، يعني يقول ما هو منطقي اللي يعني قاعدين تشلونه. كيف تشلونه؟ هل وصلتم لمرحله انكم تنافقون وتناقضون نفسكم على الشاشه؟ هو كان من زعلان من المتسابقين لانه ما اخطا مشرف، هو ما هو زعلان من نفسه، زعلان من اخوياه لانه يبغى اخوياه يطلعون بصوره جميله. مشرف البارحه انا قلت لكم قبل شوي انه ما يبغى يجي والان ما يبغى يجاوب، لانه احد امرين ومتاكد ان مشرف بيجاوبني الان. مشرف انا قلت اما حلوا امرهم نسمع انا خلنا نسمع منه. طيب بساله اسال مشرف، انت اخرت وما تبغى تجاوب بشكل صريح، ابغى السبب الحقيقي، هل انكم حليتوا امركم او لا؟ شوف يا بعد حي تفضل، انا قلت لك السالفه وليش خلي السالفه ليش دقيقه الله يرحمه والديك، قلت لك ليش انا نزلت محمد جامع وانتهينا صح؟ طيب تمام، قلتوا لي ليش فؤاد دفك تمام؟ طيب قلت انا ما ادري ليش فؤاد دفن، بما ان انا وفؤاد ترى على فكره صار بيننا خلاف حلو؟ حلو، ممكن فؤاد دفن عشان الخلاف اللي بينه وكذا اللون، لكن انا اقول برضو خيره ان يعني حصلت المشكله هذه لاجل انا وفؤاد نتصافى بيننا، وحنا والشباب كلنا نتصافين على فكره، يعني كان في مشكله اي تصافين. هذا اللي اقول لكم انها احد امرين يا اخوان، عشان كذا ما يبغى يتكلم. اول شيء يا اخواني اللهم لك الحمد والشكر ان 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 ترى المشاكل مثل ما هي سيئه، المشاكل صاحبه فضل على الحلول. وش الفضل حقها؟ انها لولا المشاكل ما عرفنا قيمة الحلول، ولولا المحبة ما صارت فيه حلول بسيطة تنتهي بالاجتماع وبالاتفاق. أنتوا اجتمعتوا وحلتوها يا مشرف؟ تصافيتوا؟ اي الله تصافيتوا؟ نعم. اسمعوا كلام مشرف واحترموا وجهة نظره. صحيح. أنت يا مشرف أمس ما فرضت عليهم وإنما شاركت بوجهة نظرك. زين، إن مشكلتكم أنكم حلتوها وهذا الطبيعي وهذا المطلوب منكم. إن هذا مشكلة صح بعد وهذا الصح. إيه؟ أي مشكلة تحصل على طول يا مشرف بادر أنكم تحلونها أول بأول. يا سلام عليك. الشيء لا بقى في الخاطر يتفاقم. الرسول صلى الله عليه وسلم ولنا فيه أسوة حسنة، كان جالس مع الصحابة قال يدخل عليكم مع هذا الباب رجل من أهل الجنة، ردد الأمر هذا 3 أيام متتالية. سمع أحد الصحابة وراح واستضافه في بيته، قال أنا أبوي زعلان علي، وجلس عند الرجال في بيته 3 أيام. لقى الرجال ما يسوي شيء غريب، سأله قال له والله أبوي له بزعلان علي، لكن أنا جيتك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم مع هذا الباب رجل من أهل الجنة، فأنا حبيت أعرف إيش القصة. قال له القصة إن إذا حطيت راسي على المخدة أعفو عمن ظلم، تعفو وتصفح، سمعتني؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة حسنة، فحلوا مشاكلكم أول بأول، صفوا خواطركم. اللي يبقى في خاطر خويه شيء على الهواء يحله على الهواء، في خاطره شيء اجتمعتوا تحت الهواء حلوها أول بأول عشان تطلعون بصفاء على هذه الشاشة. فأنا أهنيك يا مشرف أنكم أنتم حليتوا الأمر، وعادي يوم سألك سلطان السمي قال وش شخر أو شخرك ولا ليش ما جيت، قل يا سلطان أخواني النقاد ولا عليكم أمر، الأمر حليناه بيننا بين، شكرا لكم. الله يعافيك، لكن انا احب اشكر مشرفنا مسر بن رميته، هو اللي بادر وخلانا نجتمع كلنا ونتصافى بين. بيض الله وجهك، هذا الكلام اللي تبينه للمشاهد تبينه لاخوانك النقاد. شوف المشرف، هذه فائده من فوائد المشرف، انه عندما يحصل هناك خلاف او نزول في الرتم او امور، المشرف يجلس مع المتسابقين، ياخذ ما بينهم ويعطي، يصلح ذات البين، يظهركم على الشاشة بالشكل المطلوب. هذه فائدة من فوائد مشرف. شكرا يا مشرف. طيب يا مشرف برميثة، شكرا يا مشرف انك مشرف كنت صريح. مشرف 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 سؤال، مثل ايش الخلافات اللي صلحتوها؟ ارفع صوتك والله. مثل ايش مثل ايش الخلافات اللي صلحتوها؟ تسمح لي اجي هنا؟ لا لا انت تسمعني الان. اسلم. مثل ايش الخلافات اللي اصلحتوها؟ والله صار بيني وبين فؤاد خلاف تحت البث ولا اقدر اقوله. يعني خلاص ما في مشكله، بس فؤاد ولا الباقيين؟ لا 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 بالله فؤاد بس. يعني انت ما كان عندك مشكله مع فؤاد؟ نعم. والباقيين؟ ما صار عندي مشكلة. اللي بينهم الباقيين بينهم البين صلحوا؟ صلحوا؟ ها؟ الباقيين صلحوا؟ اي لا 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 كلهم صلحنا ترى، مو بس انا فؤاد. ها حلو. لا. يعني من اللي غيرك صلح؟ شلون؟ من اللي غيرك صلحوا؟ ها اللي حصلت لهم مشكله جو صافوا بينهم وصلوا مع مين؟ ها؟ مع مين؟ كيف مع مين؟ مع مين اللي مع محمد جامع قصدك؟ لا 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 ما اتكلم، انا ما اتكلم عن محمد جامع. واضح ان الخوف. لا 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 تسالني. طيب لا تسالني. طيب لا تسالني. طيب خلاص لا تسالني. شكرا مشرف. مشرف انا اتكلم عن مشاكلي انا. طيب شكرا شكرا الله يعطيك العافيه يا مشرف، اعطونا محمد جامع. محمد جامع جاهز ترى يا ابو فرح انت تقول خوف مشرف. شوف
الخوف يا أخي ما هو ديدن أي متسابق أو شيء، اللهم لك الحمد والشكر ما في شيء يلجأ أن المتسابق يخاف. وش يخاف منه؟ هل كلمة الحق أحيانا تدعي إلى الخوف؟ طيب ليش ما قال أنا البارح يوم رجعت أبو حمود، لحظة، ليش ما قال أنا يوم رجعت ما حبيت الحركة منهم وهم غلطانين عليه وقلت لهم هذا غلط وهذا ما يصلح وما عجبهم الكلام؟ طيب ليش ما يقول الكلام ده؟ طيب لا يقول انت من اللي شفته. انا بقول لك انت ما قلت شفته، انا ما اقدر اقوله. مشرف ما خاف وانما قال المشكله حلت. مشرف خاف بالفم المليان بالخط العريض. لا لا شوف مشرف خاف اللي صار وش شاء من شاء وابى من ابى اللي صار وش